السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب. وفي هذا الشابتر بلشنا في عملية السكاننج. ايش هو السكان؟ ايش الميثود اللي بنستخدمها؟ بلشنا في السكاننج ميثودولوجي من عند نشيك على اللايف سيستم او اللايف هوست، بعدين نعمل تشيكينج على الاوبن والكلوز بورتس، بعدين اخذنا اذا كان في عندنا خلينا نحكي اي دي اس او فاير وول كيف ممكن نعمل سكان من ورائه. أخذنا أربع طرق اللي هم الـ IP spoofing، الـ IP fragmentation، وأخذنا كمان كيف نلعب في الـ source routing وغيرها من الطرق. بعدين أخذنا عن الـ binary grabbing عشان نعرف نوع الـ operating system وبعض الـ نحكي الـ frameworks اللي بيكون مشغلها. بعدين بعد عملية scanning أخذنا كيف ممكن نعمل checking لا الـ vulnerabilities ونقاط الضعف اللي موجودة بيزد على المعلومات اللي حصلناها من مرحلة السكاننج. حكينا بعدين لازم نرسم نتورك دياجرام. هذا النتورك دياجرام بيفرجيني اللوجيكال والفيزيكال اركيتكتشر للتارجت تبعي اللي بدي اعمله هاكينج. واخر اشي وصلنا عند عملية البروكسي سيرفر. طبعا البروكسي سيرفر ببساطة هو عبارة عن ابليكيشن بيكون نازل على الكمبيوتر، هو بيكون وسيط ما بين السورس وما بين ايش الديستنيشن. على سبيل المثال بدي احكي من موقع جامعه اليرموك، انا السورس وموقع جامعه اليرموك اللي هو الديستنيشن، في شيء بالنص ما بيني وما بين اليرموك، هذا بنسميه ايش البروكسي او الانترميديت او ميدل وير بالنص. وبالتالي الريكوست راح يروح مني لا البروكسي سيرفر، والبروكسي سيرفر راح يودي ايش الريكوست للديستنيشن سيرفر. طيب احنا ايش نستفيد من هذا الموضوع؟ صراحه نستفيد منه في أشياء كثيرة، من ضمن أهم هاي الأشياء إن نعمل هايدينج للسورس أي بي أدرس، وبالتالي أي مشكلة بتصير عند موقع جامعة اليرموك أو أي هاكينج ما بيبين الأي بي إيش تبعنا إحنا، وبالتالي من الناحية القانونية إحنا ما بيكون علينا إيش إشكالية. الشغلة الثانية عشان نعمل ماسكينج للأكتوال سورس، يعني الماسك عبارة عن القناع أو الغطاء. الفكرة ببساطة أنه عند موقع جامعة اليرموك راح يبين أنه اللي طالب الريكوست أي بي مثلا من دولة ثانية أو أي بي مثلا من سيرفر ثاني، وبالتالي راح يبين عنده فيك خلينا نحكي سورس أي بي أدرس. هذا الفيك أي بي سورس أدرس مين هو؟ راح يكون الأي بي تبع البروكسي سيرفر اللي الريكوست انبعث إيش باسمه، أو بإيش بإمكاننا نستفيد من البروكسي في الحياة العملية. مرات بيكون في عندنا ريسورسز موجوده على الانترنت واحنا خلينا نحكي ممنوع نوصل لها، او في عليها بوليسي او ممنوع انه ينعمل تنوصل من هذا السورس اي بي ادرس، وبالتالي احنا يعني بننتحل شخصيه اي بي ثاني وبنروح على السيرفر اللي بدنا. على سبيل المثال في كثير من المؤسسات تمنع الموظفين تبعونها انهم مثلا يدخلوا على الفيسبوك، فالموظف شو بيروح يسوي؟ بيروح ينزل برنامج بروكسي سيرفر والريكوست بيروح على السيرفر الخارجي، من السيرفر الخارجي بيروح على الفيسبوك والريسبونس بيلف بهاي ايش الآلية. هذا برضه من النقاط اللي بيفيدنا فيها البروكسي سيرفر. ومرات عشان نعمل انتربتنج لكل الريكوست اللي بتكون مرسلة ومستقبلة من قبل اي يوزر على شكل ثيرد بارتي، وبالتالي الفيكتيم بيقدر يعمل ايدنتيفيكيشن لمين؟ للبروكسي سيرفر. يعني هاي تقريبا نقدر نحكي قريبه من النقطه الثانيه، يعني عند جهه الفيكتيم اللي بيبين الاي بي ادرس تبع مين؟ تبع البروكسي سيرفر. تو انتربت اول ذا ريكوست سنت باي اليوزر اند ترانسميت ذيم ثيرد destination، وبالتالي ال victim only able to identify the proxy server address. وآخر إشي إحنا بإمكاننا نعمل chaining أو نعمل سلسلة من ال proxy servers، وبالتالي هون عملية ال detection إلنا بتكون خلينا نحكي مش مستحيلة، يعني مش صعبة، مش إنه 100%، ولكن شبه مستحيل إنه حدا يقدر يعني يحدد ال source تبع هذا ال request. الصراحة من الشغلات اللي بتفيدنا فيها ال proxy server. إذن بالمحصلة البروكسي هو عبارة عن ميدل وير ما بين السورس وما بين الديستنيشن. جهة السيرفر سايد ما بيبين الاكتوال اي بي سورس ادرس، بيبين اي بي ايش ثاني. طبعا البروكسي تشينينج ببساطة في عندي يوزر، وهذا اليوزر هنا بده يعمل ريكوست لريسورسز موجودة على الديستنيشن او على الويب سيرفر. كل اللي عليه اليوزر بيكون مثلا عنده ابلكيشن او عنده بروجرام مربوط مع بروكسي سيرفر. الريكوست
طبعا او ريكويست بيروح من الكلاينت هون، من الكلاينت بروكسي بيروح لوين؟ لعند اول بروكسي سيرفر. اول بروكسي سيرفر بيجي يتفرج على المعلومات، بيحاول انه يستقبل الريكويست، بعدين بيحاول انه يعمل ستريبنج، بيزيل كل الايدنتيفيكيشن انفورميشن اللي بتدل على الايدنتيتي تبعت اليوزر، بعدين كل بروكسي سيرفر بيصير يوديها للبروكسي اللي بعده. طبعا غالبا بيكون عامل انكريبشن لهاي الداتا، وبالتالي صعب جدا انه يعني يتبين المسار تبع هاي التشين. اخر شيء عند اخر بروكسي سيرفر بيبعث هاي الداتا على اساس بتكون ان انكريبتد ريكويست توصل لعند ايش السيرفر. طبعا السيرفر هون مين ببين عنده الاي بي ادرس السورس؟ ببين عنده الاي بي اللي هو 10.20.10.8، هذا الاي بي اللي ببين عنده. الاي بيات اللي قبل هاي كلها ما بتبين ايش عنده، ولذلك هون من فكرة ايش التشين او السلسلة. اليوزر هون بيكون عنده كلاينت، بيبعث الكلاينت بيعمل كونكت على البروكسي سيرفر الاول، البروكسي سيرفر الاول بيعمل كونكت على الثاني والثالث وهلم جاء. طبعا في عندنا بعض البرامج اللي احنا بامكاننا نستخدمها، زي برنامج البروكسي سويتشر بيعمل هايدنج للاي بي ادرس تبعنا، وبالتالي جهة السيرفر سايد ما بيبين الاي بي ايش تبعنا. طبعا هاي صورة مثال على البرنامج تبع البروكسي سويتشر. في عندنا برضو من التولز المشهورات البروكسي وورك بنش. طبعا هذا البروكسي سيرفر شو بيعملنا؟ بيعملنا ديسبلاينج لا الداتا اللي بتمشي في شكل ريال تايم، بيبين بعض المعلومات اللي بتتعلق بال تي سي بي اي بي كونكشن، بيعمل فيو للهيستوري، بيقدر يعمل سيفنج للداتا على فايل، بيقدر يعمل فيوينج للسوكيت كونكشن دايجرام. كل هاي الاشياء بامكانه يعملها البروكسي وورك بنش. برضو في عندنا بعض التولز المشهورين اللي هم التور والسايبر جوست. طبعا التور بيعمل بيسمح لك انك تعمل تصفح للانترنت، بحيث انه واحد يقدر يعمل سيرفيلانس لك، وحد يراقبك يعمل اناليسيز للترافيك تبعك، ما حد يقدر ينتهك البرايفسي تبعتك، الخصوصيه تبعتك. وفي عندنا برنامج السايبر جوست برضه بيسمح لك انك يحافظ على المعلومات تبعتك لما تعمل اونلاين، مثلا فيزيتنج للويب سايت، سيرفنج للويب سايت از انونيمس يوزر، وبالتالي صعب جدا انه مثلا خلينا نحكي يعرفك. برضه بامكانك تعمل اكسس لبعض المواقع اللي بتكون بلوكت او في عليها سنسورد من قبل بعض اليوزرز او الترافيك مونيتورينج تولز. برضه بيعمل هايد وريبليسمنت للاي بي ايش تبعك. هاي برضه مجموعه من التولز. في عندنا زي البيربس سويت برضه بتشتغل لك بروكسي. هاي امثله على بعض البروكسي سيرفرز. في عندنا بعض النسخ اللي خاصه في الموبايل، في الاندرويد موبايل زي البروكسي درويد. او بامكانك تروح على الجوجل تكتب كل اللي عليك، تكتب فري بروكسي سيرفرز، وبيطلع لك صراحه بالالاف من الاوبشنز اللي بتكون خاصه في بعض المنتجات اللي مطورينها بعض اليوزرز حوالين العالم. طبعا في منها بيكون الكواليتي تبعته كويسه، وفي منها اعلانات، يعني كل شيء بسعره. في عندنا كمان موضوع الانونيمايزيشن، انك كيف تعمل سيرفنج للانترنت، بحيث انه تكون انت شخص مجهول ما حدا بيعرف الايدنتيتي تبعتك. طبعا الانونيمايزر شو بيعمل؟ بيعمل ريموف للايدنتيفيكيشن انفورميشن اللي بتدل على الهويه تبعتك. على سبيل المثال الاي بي ادرس اللي طلع منه الريكوست اللي هو الاي بي تبعك، وبالتالي ما حدا بيقدر يعرفك. صعب جدا عمليه التريسنج للريكوست اللي انت بتقوم فيها. برضو انت بهاي من خلال الانونيمايزرز بتقدر تعمل باي باسنج للانترنت سنسورز. الانترنت سنسورز يعني زي الترافيك او الكنترول مونيتورينج تولز، او الشخص اللي بيعمل خلينا نحكي مراقبه او كنترولينج على الترافيكس. طبعا ليش بنستخدم الانونيمايزر بالوضع الطبيعي؟ عشان موضوع البرايفسي والخصوصيه تبعاتنا، الانونيميتي انه يكون الريكوست تبعنا مجهول مش يبين انه إلنا. كمان عشان نحمي انفسنا من الاونلاين اتاكس، لانه اذا واحد عرف السورس اي بي ادرس تبعك ممكن يعمل خلينا نحكي كاونتر اتاك عليك.
وعشان ممكن بعض المرات في عندنا بعض الريستريكتد كونتنت او بعض الكونتنت اللي موجود على الدارك ويب او غيره من الاشياء بسهوله اننا نوصلها من خلال الانونمايزر، واذا في عندنا فاير وول او انتروجن ديتكشن سيستم من خلال الانونمايزر بنقدر نعمل باي باسنج لهاي الرول. طبعا امثله على بعض التولز في عندنا السنسور شيب سيركونفنشن او التيلز تول، ببساطه عباره عن لايف اوبريتنج سيستم تكون انت عامل له حارقه على يو اس بي او على سي دي او على دي في دي، كل اللي عليك انه لما تشغله تعمل. طبعا هاي يعني من اللي خلينا نحكي من التولز اللي بتضمن لك البرايفسي، تضمن لك انه ما حد يقدر يعرف الهويه تبعتك، وبالتالي الريكوست بيكون تبعك انونيمس. طبعا هاي بتستخدم يعني ما بيكون عليك، خلينا نحكي ما حد بيقدر يعمل تريسنج للريكوست تبعاتك، او مو مكلفه جدا عمليه التريسنج للريكوست. برضه هاي التول بتستخدم صراحه من خلينا نحكي الانكربشن الجوريثم الممتازه جدا، او الستيت اوف ارتس الانكربشن الجوريثم، بتعمل انكربشن للفايلز الايميلز المسج اللي بتروح من خلال سناب شات فيسبوك وغيرها من التول، برضه بيعمل عليها انكربشن. طبعا في عندنا لما نستخدم احنا الجوجل غالبا الجوجل تعمل سيتنج للكوكي على الكمبيوتر تبعنا، الكوكي بيكون مرتبط مع شيء بنسميه ايدنتيفيكيشن نمبر، كل الاشياء اللي انت بتعمل سيرش عليها على النت، كل كلمات الوورد، كل الاكتيفيتي تبعتك هم بيعرفوا عنها، بيقدر وتقدر يعني الادعاء العام بيقدر يستخدمها كدليل ضدك في المحكمة. لذلك احنا في بعض التولز اللي بتحاول تعمل تمسح هاي اللي خلينا نحكي الكوكي او تعمل اريزنج للاكتيفيتي تبعاتنا، في عندنا الجي زابر طبعا من التولز الخرافيات اللي تمنع انه ايش حدا يعمل خلينا نحكي تريسنج او يسجل الريكوست تبعاتنا. لذلك هاي من التولز الممتازه جدا. هذه امثله على بعض الانونمايزر بروجرامز او سوفت ويرز. أشوف هنا أنا من البرامج اللي استخدمتهم السايفون صراحة من التولز الكويسة. طبعا كمان برضو بإمكانك تستخدم هاي التولز لإيش؟ مرات بعض المواقع زي نتفليكس، وخلينا نحكي المواقع زي اليوتيوب، تعطي بريميوم سبسكريبشن بسعر رخيص جدا لبعض الدول. يعني إذا بنحكي عن خلينا نحكي إذا بنحكي عن اليوتيوب، البريميوم أكاونت في الأرجنتين بدولار، الاشتراك تبع خلينا نحكي النتفليكس بالارجنتين ب$3. لذلك كل اللي عليك اذا بدك تشتري بريميوم اكونت عند هذول الويب سايتس، تنزل برنامج الفي بي ان، بتحط حالك في دوله زي الارجنتين، تعمل كرييشن لاكونت من هناك في الدومين تبعهم، وبتشتري بقى او بتشترك بالسيرفيس اللي بدك اياها بسعر ارخص جدا من السعر اللي بدولتك. برضو هاي مجموعة من التولز اللي بإمكاننا نعملها داونلود على الموبايل تبعنا زي الأوبن دور. طيب كيف ممكن نعمل مرات باي باسنج للاي دي اس او للتورج ديتكشن سيستم؟ حكينا في عندنا بعض الطرق اللي هي سبوفنج للاي بي ادرس. الفكرة ببساطة انه انا بيكون عندي هذا التاكر، هنا بيكون عندي ريال ادرس، وهنا بيكون في عندي ايش فيكتيم اي بي. كل اللي علي انا انه بروح ببعث ريكوست للفيكتيم اي بي، بحكي له يا فيكتيم اي بي انا بدي احكي معك، وانا اسمي 7.7.7.7، لكن هو فعليا هل هو بالحقيقه 7.7.7؟ هو لا، هو بنتحل شخصيته ايش هاي الصبيه اللي تحته، هو شو بيساوي؟ بنتحل شخصيه هاي اللي تحت. لذلك الريكوست فعليا لما بوصل لعند السيرفر سايد ببين جاي من مكان ثاني غير المكان ايش الاصلي. طبعا عندنا بالعالم في عندنا الاي بي فيرجن 4، كل دوله بيكون لها مجموعه من الاي بيز، لذلك انت بامكانك مرات بيجيك ريكوست يبين لك انه من الارجنتين، هو قد لا يكون من الارجنتين، قد يكون الاتاكر مثلا مستخدم برنامج الفي بي ان، فبالتالي يغير ايش السورس اي بي ادرس تبعه. لذلك الاي بي سبوفينج ببساطه اني ازور الاي بي ادرس تبعي بحيث انه يبين عند السيرفر اي بي ايش ثاني مش الاي بي ايش تبعي. طيب اذا بالنهايه بعمل تشينجينج للسورس اي بي ادرس، وبالتالي الاتاكر بيبين عنده لما نعمل اتاك جهه السيرفر سايت او الفيكتيم ببين اي بي ادرس لواحد ثاني مش انا. طبعا الفيكتيم هاي اللي بدنا نعمل عليه الهاكينج لما بده يرد بمسج
على مين بيرد؟ هل بيرد على الاتاكر؟ لا، بيرد على الريال ايش ادرس، بيرد على الريال ادرس. طبعا هذا مثال كيف ممكن نعمل اي بي سبوفينج باستخدام الاتش بينج 2. كل اللي عليك تكتب اتش بينج 2، بعدين اسم الدومين الاول، بعدين داش ايه، والشخص اللي بدك تنتحل شخصيته، وبالتالي لما بيجي ريبلاي راح يروح الريبلاي على الشخص اللي انا انتحلت شخصيته، مش علي انا كايش كاتاكر. طبعا بالنهايه هنا انت ما بتقدر تعمل كومبليت ثري واي هاند شيكينج، لانه الريكوست السن اك بيروح لعند الريال ادرس. طبعا شو في طرق بامكاننا نكشف اذا كان الشخص اللي بعث لي ريكوست بيعمل اي بي سبوفينج ولا لا؟ اول طريقه في الدايركت تي تي ال بروبينج، ببساطه اني بعمل سندنج لا باكيت، هاي الباكيت بتروح على الهوست اللي انا شاك انه عامل معمول له ايش سبوفينج. في هاي الحاله عندنا الاتاكر 10005 بينتحل شخصيه الصبيه هاي، تمام؟ لذلك احنا هنا السسبكت سبوفت اللي هو 10005. طيب بهاي الحاله شو اللي بيصير عندي؟ اللي بيصير عندي انه انا بالوضع الطبيعي لما ببعث ريكوست كاتاكر بتروح لعند السيرفر، الباكيت بيكون فيها ايش تي تي ال، الباكيت بيكون ايش في عندي ايش تي تي ال. طيب انا شو بساوي لما تجيني الباكيت اللي فيها تي تي ال؟ انا عشان اكشف انه هاي التي تي ال هل هي صحيحه ولا مش صحيحه، او هل الاي بي هذا سبوفت ولا مش سبوفت، بعمل سندنج لا باكيت، هاي الباكيت بتروح للسسبكت سبوفت ايش باكيت، طبعا ايش اللي هو مين ال 10005. لذلك هي هاي ايش الباكيت اللي بقصد فيه. طبعا هذا شو راح يساوي؟ راح يعمل تريجرينج لايش ريبلاي، راح يرد علي بايش ريبلاي. من ضمن هاي الريبلاي راح يكون في عندي ايش تي تي ال. لا، اذا كانت التي تي ال ريبلاي مش نفس اللي انعملت انبعثت اول مره، او مش مثل نفس اللي الباكيت اللي كان يشيك عليها، معناته ببين عندي ايش، بين عندي انه هاي الباكيت اللي جايتني عباره عن suspicious باكيت جايه من ايش الاتاكر. طبعا هذا التكنيك سكسسفول غالبا متى؟ لما يكون عندي الاتاكر بيكون من ايش ديفرنت ايش سبنت. لاحظوا هنا التي تي ال كانت عندي 13، وهنا التي تي ال 25. هنا بيبين عندي انه الاتاكر جايني من مكان ابعد علي من الشخص اللي هو بنتحل شخصيته. من هون بحكي لك نوت النورمال ترافيك من هوست بيختلف حسب ال تي تي ال اللي موجوده في الترافيك. اذا ببساطه هنا الاتاكر بيبعث ريكوست فيه تي تي ال، احنا هون كتارجت بنرد في تي تي ال على الشخص اللي منتحل شخصيته، هو بيرد علينا في تي تي ال، وبالتالي احنا بنقارن ايش التي تي الز اذا كانوا قريبين من بعض او مش قريبين من بعض. لانه منطقيا انت لما بعثت لي الريكوست الطريق رايح يفترض يكون تقريبا نفس الطريق ايش اللي راجع، لانه بالنهايه انت بتمشي تقريبا في مسار ايش واحد. طبعا مرات مش شرط انه يكون نفس الرقم، لكن يعني لازم يكونوا قريبين ايش من بعض. ليش؟ لانه ممكن هنا التارجت لما بده يحكي مع هذا ممكن يكون في عنده اكثر من راوت، بس على الاقل لازم يكونوا ايش قريبين من بعض. هذا بالنسبه للدايركت تي تي ال بروبينج. في عندنا الطريقه الثانيه عشان نكشف السورس او الاي بي سبوفينج، اللي هي من خلال الاي بي ايدنتيفيكيشن نمبر اللي حكينا عنها المره الماضيه. ببساطه الاتاكر هون لما بيبعث الريكوست بيكون معه اي بي اي دي على سبيل المثال هون 2586. انا بالنهايه كتارجت بعمل سندنج بروب للهوست اللي انا شاك فيه، وهذا الهوست لما بيجي الباكيت راح يعمل تريجرنج للريبلاي، هذا الريبلاي راح يكون فيه ايش اي بي اي دي. انا هون كتارجت بقارن ما بين الاي بي اي دي هذا والاي بي ايش اي دي هذا. هلا اذا كانوا اثنين ارقام خلينا نحكي بعيدات كثير جدا عن بعض، غالبا هذا الباكيت او الريكوست اللي جاني اول مره هو عباره عن سبوفت باكيت. طبعا هذا التكنيك عباره عن سكسسفول اذا كان الاتاكر موجود عندي في حتى لو كان عندي في نفس النتورك، يعني حتى لو كان عندي في نفس النتورك التكنيك هذا بيقدر ايش يكشفه. الطريقه الثانيه اللي هي اني اعدل بالتي سي بي كنترول فلو ميثود. ببساطه الاتاكر بيبعث الريكوست، هنا الاتاكر بيعمل سندنج للتي سي بي باكيت،
هلا اللي راح يصير انه الاتاكر ما راح يجي السناك، السناك راح تجي لمين؟ للصبيه هاي اللي هو منتحل للاي بي ادرس ايش؟ تبعها. لذلك انا هنا قبل ما ابعث لها الريبلاي شو بساوي؟ بروح بغير في خلينا نحكي الكونجستشن ايش؟ ويندو سايز. بغيرها مثلا من رقم كبير ليش؟ لرقم ايش؟ صغير. بعدين بيجيني ايش؟ الريبلايز بناء عليه. هلا اذا كان عندي الويندو سايز اكزوستد معناته غالبا هذا الباكت عباره عن ايش؟ سبوفد. اذا ما كان اكزوستد غالبا الاي بي مش ايش؟ سبوفد. هذول اشهر 3 طرق. طبعا كيف نقدر نعمل كاونتر ميجرز للاي بي سبوفينج؟ ابسط طريقه اول طريقه نعمل انكربشن لكل النتورك ترافيك باستخدام مجموعه من البروتوكولات زي الاي بي 6 زي الاس اس اتش التي ال اس والاتش تي تي بي اس. هاي اول طريقه اني اعمل انكربشن لكل النتورك ترافيك. الطريقه الثانيه اني استخدم اكثر من فاير وول، في اكثر من او ملتي فاير وول، يكون عندي ملتي لاير وبالتالي راح يكون عندي ان ديبث ديتكشن او ديفنس ان ديبث. واخر شيء من يعني او مش اخر شيء من الشغلات الضروري جدا، لا اخلي الاثنتيكيشن على مستوى الاي بي ادرس. يعني بمعنى ما بعطي الصلاحيات حسب ايش الاي بي ادرس، يعني بمعنى انه والله بحكي انه الاي بيات اللي تجيني من الرينج 10.005 او 10.0x هاي مثلا مسموح لها تدخل على النتورك ومسموح لها تستخدم البرنتر تبعتي والى اخره، فما بخلي الاثنتيكيشن على مستوى الاي بي ادرس. ليش؟ لان الاي بي ادرس كود بي انه يعمل له ايش؟ سبوفينج. برضه في شغله ثانيه اللي نحاول نستخدم راندوم انيشال سيكونس نمبر بحيث انه الاتاكر ما بيقدر يعمل ايش؟ بريدكشن او بيقدر يبعث باكيتس تبين انها تابعه لنفس الكونكشن. الشغله الثالثه في عندنا الانجرس فلترنج. ببساطه الراوتر لما بيكون عندي الانكمينج ترافيك هذا بنسميه ايش؟ انجرس فلتر. طبعا شو الانجرس فلتر؟ اني بحاول اعمل ايش؟ بكون عندي مجموعه من الرولز، وهاي الرولز اي انكمينج ترافيك بحاول اطبق عليها مجموعه من الفلترز او الرولز اللي انا ايش؟ مجهزها، وبالتالي بستخدم الراوتر والفايروول بالنتورك بريميتر عشان اعمل فلترنج للانكمينج باكيت اللي بتبين انها جايتني من الانترنال ايش؟ اي بي ادرس. انها جايتني من وين؟ من انترنال اي بي ادرس. لذلك غالبا هنا الانكمينج اللي بتكون جايه من انترنال اي بي غالبا يعني بيكون في عليها ايش؟ اشكال. يعني تخيل انا على سبيل المثال الراوتر واحده من النتورك زي اللي عندنا بالبيت 192.168.0.1، الجهه الثانيه مثلا بيكون بابليك اي بي. تخيل انت على الانكمينج جايك ايش؟ الريكوست من انترنال اي بي. الانترنال اي بي غالبا بيكون من اللان مش من الوان. في عندنا كمان الاجرس فلتر. ببساطه نعمل فلترنج لكل الاوت جوينج باكيتس اللي بتكون جايه من invalid local IP address source. يعني بمعنى انه تخيل انا عندي راوتر 200.168 والانترنال نتورك، وكان خلينا نحكي الترافيك اللي بيطلع على الانترنت كان الاي بي تبعه 172، طبعا انا فيش عندي بالنتورك الداخليه 172، لذلك هاي بنسميه الاجرس فلترنج. بنعمل فلترنج على الاوت جوينج ترافيك اللي بيكون مبين جاي من لوكال ادرس، هذا اللوكال ادرس مش موجود عندي في النتورك الداخليه. طبعا السكاننج ميثودولوجي البنتستر او البنتريشن تيستنج بامكانه يستخدمها. طبعا احنا ليش بنستخدم النتورك سكاننج؟ ببساطه عشان اعمل سكاننج على فولنربيليتيز، احدد النتورك سكيورتي بوستشر اللي موجوده، احدد اللايف هوست، احدد الاوبن بورت، احدد السيرفيسز المرتبطه في الاوبن بورت، اعمل جرابنج لل السيستم بانرز اللي بتكون مبينه عندي. الهدف من هاي كل الحركات نعمل سيميوليشن للاتاكس اللي ممكن تجيني من برا. طبعا ايش بامكاني استفيد منها؟ اول شيء بامكاني اعمل كلوزنج للانيوزد بورت، اعمل ديسيبل للانسيسري سيرفيسز، اعمل هايدنج او كستمايزيشن للبانر، بعمل ترابل شوتنج للسيرفيس او للكونفجريشن او للايرورز اللي بتجيني، بقدر اعمل كاليبريشن ل الفاير وول رولز اللي موجوده عندي. طبعا الميثودولوجي بتبلش من عند اول شيء بيرفورم هوست ديسكفري، بعرف الهوست الاب والداون من خلال تولز زي الانماب والانجري اي بي وغيرها من التولز. بعدين بعمل بورت سكاننج من خلال التولز اللي هي الانماب والنت سكان وغيرها من التولز. انا عرفت هنا الاوبن بورت،
بعدين بعمل بانير جرابينج عشان احدد نوع الاوبريتنج سيستم. في عندي اكثر من طريقه، في عندنا التلنت، النت كات، في عندنا الاي دي سيرف وغيرها من التولز. بعدين بعمل سكاننج على الفولنربيليتي اللي موجوده. في عندي بعض التولز زي النيسس وغيرها من التولز اللي موجوده عندي، انا بقدر اعرف اذا في فولنربيليتي ولا لا. برضو كمان بعدين نعمل دروينج للنتورك دايجرام، بعرف التوبولوجي. في عندي كثير من التولز، الاوب مانجر و النتورك توبولوجي مابر كمان. واخر شيء اذا في عندي خلينا نحكي بروكسي، في عندي بقدر استخدم البروكسي، بستخدم بعض البروكسي سيرفرز زي البروكسي وورك بنش. واخر شيء بعمل دوكيومنتيشن لكل الفايندنج اللي لقيتها وبسلمها للشركه اللي طلبت مني اني اعملهم بنتريشن تيستينج. بس هاي خلينا نحكي سمري لاغلب الموديولز او النقاط اللي حكينا فيها خلال هذا الموديول، ويعطيكم العافيه.